كما لا يخفى عليكم يعتمد مستقبل صناعة الطيران بشكل أساسي على المواهب وعلى العنصر البشري المؤهل والبنية التحتية المتطورة وسياسة الابتكار المستمرة. وفي هذا الإطار يحق لنا أن نفتخر بتوفر بلادنا على رأس مال بشري مؤهل بشكل عالي تشكل النساء فيه أكثر من 42%، وهو ما نحاول تعزيزه من خلال فتح مجموعة من المدن المهني والكفاءات في جميع جهات المملكة. والمواصلة ديال تطوير القطاع، ستواصل الحكومة تعزيز جاذبية المملكة ودعم الشركات الناشئة، حيث تم في هذا الإطار إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين على غرار نطاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030.